ترامب الجمركية. القرار المرتقب أثار مخاوف بين الشركات الأجنبية وحتى الحكومات من اندلاع حرب تجارية. كندا والمكسيك أقرب شركاء واشنطن لم تفلتا من الرسوم. ترامب توعدهم برسوم على صادراتهم بمستوى 25%. أما الصين فبالتأكيد لها الخطوة الأكبر، 10% هي زيادة محتملة على الرسوم المفروضة أصلا على صادراتها. ويبدو أن لا مفر من رسوم ترامب، فقد أعلن عزمه فرض رسوم بين 10 إلى 20% على مجمل المنتجات والبضائع التي تدخل إلى الولايات المتحدة. 3 أهداف رئيسية لترامب من هذه الرسوم: الأولى تمويل التخفيضات الضريبية وحد الشركات على الانتقال إلى الولايات المتحدة، إضافة إلى استخدام الرسوم كورقة ضغط في مفاوضات مستقبلية تجارية.